هذا وقد عززت الشرطة الإسرائيلية من انتشارها في باحات المسجد الأقصى ومحيطه تزامنا مع بدء تجمع مئات المستوطنين للمشاركة في مسيرة الأعلام بالقدس الشرقية. وكان الجانب الفلسطيني قد حذر من التداعيات التي قد تشهدها المسيرة، وقد اندلعت مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى بعد أن اقتحم مستوطنون باحاته صباح اليوم، وأعلنت السلطات الإسرائيلية اعتقال أكثر من 20 فلسطيني. نضال كنعنة مراسلنا في القدس ينضم إلينا. نضال، هل ما زالت المواجهات مستمرة؟ هل التوتر على ما هو عليه كما في الساعات الماضية؟ نعم بالفعل فضيلة، هنا في منطقة باب العمود الأجواء متوترة للغاية، يتواجد هنا العشرات وربما المئات من المستوطنين، مع أن موعد مسيرة الأعلام لم يصل بعد ولم يحن بعد، لكن هنا يتواجد المئات من المستوطنين تحت حماية شرطة الاحتلال. هؤلاء المستوطنين يعتدون على كل من يتواجد هنا من مواطنين مقدسيين فلسطينيين أو على الصحفيين، وهذا يحدث منذ ساعات الصباح. هم يوجهون الشتائم لنا، يرموننا بالحجارة والزجاجات الفارغة منذ ساعات الصباح، وكل هذا يحدث تحت عيون الشرطة الإسرائيلية التي تتواجد في المكان. من الجدير بالذكر أنه وفقا للشرطة الإسرائيلية فإن نحو 2600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى هذا اليوم، وهو رقم قياسي. هذا العدد لم يسجل في تاريخ الاقتحامات للمسجد الأقصى منذ احتلال القدس عام 67، وهذا مؤشر إلى مدى التطرف الآن وإلى ما ستكون عليه هذه المسيرة اليوم. كل الوقت نحن نرى توافد المزيد من المستوطنين إلى منطقة باب العمود هنا كما تشاهدون الآن. هذه مجموعة إضافية منذ ساعات الصباح، وصلت العشرات من هذه المجموعات إلى المنطقة هنا. منطقة باب العمود تم إغلاقها بالكامل من قبل الشرطة الإسرائيلية، تم وضع حواجز معدنية في محيط منطقة باب العمود، ويمنع أي فلسطيني من الوصول إلى هذه المنطقة التي باتت مستباحة من قبل المستوطنين منذ ساعات الصباح. هنالك حالة من التوتر في كافة أنحاء القدس. طبعا بؤرة التوتر هي هنا في منطقة باب العمود، لكن تم تسجيل حدوث اعتداءات من المستوطنين على مواطنين في الكثير من أحياء القدس الشرقية. في حي الشيخ جراح تم تسجيل مثل هذا الاعتداء، أيضا هنالك اعتداءات تحصل بحق المواطنين داخل أسوار البلدة القديمة، وأيضا تم الاعتداء عليهم من قبل التجار ومن قبل تم الاعتداء على التجار في البلدة القديمة، وأيضا على السكان هناك من قبل المستوطنين. نحن نحاول رصد هذه الاعتداءات، لغاية الآن لا يوجد أي مؤشرات على أو أي معلومات عن الجرحى في هذه المعلومات. الهلال الأحمر الفلسطيني يتحدث عن 8 إصابات، تم نقل 4 منها إلى مستشفيات المدينة، لكن هذه أرقام أولية لا تشي بالوضع الحقيقي داخل البلدة القديمة، ونحن ممنوعون من الوصول إلى هناك. نحن كصحفيين الآن مجبورون على التواجد في هذه البقعة المخصصة لنا فقط، ولا نستطيع رصد ما يحدث في باقي أنحاء البلدة القديمة. تابعنا معك نضال في الساعة الماضية نفس المشهد، تكرر المشهد نفسه في هذه الساعة، قدوم مجموعة من المستوطنين آخرين للانضمام إلى أقرانهم. ما هدفهم في النهاية من هذه المسيرة؟
يعني الهدف المعلن من هذه المسيرة هو الاحتفال باحتلال القدس وتوحيد القدس طبعا وفق المصطلحات الإسرائيلية. هذه المسيرة من المفروض أن يشارك فيها نحو 16,000 مستوطن على الأقل، هذا ما سمحت به الشرطة لغاية الآن. هؤلاء من المفترض أن يصلوا إلى هنا إلى منطقة باب العمود، ومن ثم يقومون باقتحام البلدة القديمة مرورا بالحي الإسلامي في البلدة القديمة وصولا إلى حائط البراق بالقرب من المسجد الأقصى. طبعا هذه هي المخططات لغاية الآن. هذه المسيرة من المفترض أن تصل بعد نحو ساعتين إلى هنا، لكن منذ ساعات الصباح الباكر وحتى منذ الأمس كما تشاهدون هذه المجموعات مستمرة بالوصول إلى المنطقة والتحرش بالمواطنين هنا، الاعتداء على المواطنين. هم يهدفون إلى إشعال الأوضاع في القدس أولا، يعني ربما لأسباب عنصرية. هذا يمين متطرف ما تشاهدونه الآن، يعني هذا نخبة اليمين الإسرائيلي المتطرف، وأيضا هنالك أسباب سياسية داخلية. إشعال الأوضاع في القدس ستؤدي ربما إلى إسقاط الحكومة، أو هذا ما تعول عليه بعض الأوساط في اليمين الإسرائيلي. شكرا نضال كنعنة، مراسل سكاي نيوز عربية من القدس.